اليوم فهو السيد اللي كيبان لنا انه تنقرا معاك تنقرا معاه في الابتدائي. كان هو درس كمل الدراسه ديالو في الطب فقط انه انسان اللي كيعجيو بارفوا ديك كريز. مشاهدي الواجهه اهلا بكم، مرحبا بكم في قناتكم المفضله قناه الواجهه. احنا اليوم كنتواجدوا ببيت فؤاد بن زروال، الشاب الجميل اللي تعرض لوابل من الرصاص والمطارده، مطارده استحلال الجبين بالحجر وبالكراسي، والسيد كان مريض نفسانيا، ومعنا مجموعه من الاخوان اللي غادلونا بشهادات واللي كيتاسفوا على الواقع المرير اللي عاشوه هذا السيد واللي كيتواجد فيه والحاله ديالو. وبغينا نعرفوا الان الشخصيه ديال هذا السيد، لذا غنتوجهوا بعض الاسئله للاصدقاء ديالو. السلام عليكم. معكم يونس الصديق فؤاد بن زروال اللي تقريبا كنعرفوا من الصغر ديالو لانه قرا معنا من ابتدائي اعدادي ثانوي. فؤاد التلميذ اللي كان طالب اللي كان مجتهد من الصغر ديالو، شخص طيب وحسن الخلق، وكم عكس كما كيطروج ليه في مواقع التواصل لانه مجرم، او فهو شخص اللي ما عمره ما تعدى على شي واحد ولا ضرب شي واحد ولا. فهو كان من بعد كل واحد دار تخصص ديالو كمل في الدراسه ديالو للطب، ووقعوا له اعوام اخيره شي امراض نفسيه حاده، ووالديه وقفوا معاه وكان كيتعالج. يعني كان كيتعامل معكم بحال حاله طبيعيه؟ حاله طبيعيه، عمرنا شفناه في وصل هذه الحاله. كيف كتلاحظ عليه الاعراض هذه؟ دابا هو كان هذه تقريبا مؤخرا شي سنتين ولا ثلاث سنوات، ومن بعد والديه وقفوا معاه وبدا كيتعالج وتبعوا خرجوا ليه واحد لي تريتمون وبقى كيتعالج ولا الحمد لله مزيان. وما عرفش كيفاش توصل لهذه الحاله، واش ما بقاش تبع التريتمون ولا شي حاجه، اما يقولوا عليه انه شخص مجرم او لا شخص كيتعدى ولا هذاك. فهو ماشي من هذاك النوع وعمره ما كان من هذاك النوع، يعني كان متخلق وعمرها دار وكما كنقولوا ولد الناس وجميع اصدقاء هنايا، راه ما كاينش اللي يقول لك شي حاجه عكس هذا الشيء كامل. واش تقبلتي ذاك الوضع اللي كانت تلقى عليه فيه القبل؟ انا صراحه ما تصدمت بزاف، وعمرني تخيلت ان فؤاد نشوفه بهذيك الحاله ولا ان الناس يشيروا عليه بهذاك الشيء ولا يتعامل انه كان مجرم، خصوصا انه الامر هنا كيتعلق ب 14 القرطاسه جاوا فيه اربعه منهم. انا كنت نتمنى انه يتعامل بطريقه اخرى من غير الرصاص، يوقفوه بشي طريقه اخرى، ولكن كانت هناك خطوره على الناس اللي كانوا تما كاينين، حيت كان في حاله نفسيه حاده. ولكن كنقول انه ضروري يكون طرق اخرى باش يتعالجوا معها من غير هذيك الطريقه بحال هكذا. السي عبد الحفيظ، بحكم انك كنت صديق ديال السي فؤاد، يعني اش بالك في هذه الواقعه هذه؟ كنظن باللي اليوم كنعيشوا واحد الحاله حزن، لاننا هادشي تعرض ليه الصديق ديالنا والاخ ديالنا فؤاد بن زروال اللي عاشرناه في حلوه مره، وكان صديق ديالنا في الدراسه، وحتى احنا ولاد الحومه ديالو، وكنعرفوا الخلق ديالو وكنعرفوا الطيبوبه ديالو وكنعرفوا المستوى ديالو الجيد في الدراسه. فهو كان توفق علينا دائما في الدراسه، وما كانش كنظن يعني احد اكثر المتشائمين على انه غادي يوصل لهذه الحاله هذه اللي وصل لها. ولكن قلتي لي قبيله انه كان كتوم وخلوق، يعني كان متخلق بزاف، يعني ما انتظرتيش منه انت هذا الفعل هذا، وما انتظرتيش ديك الطريقه اللي تلقات بها القبض عليه. طبيعة الحال فاليوم السكينة اللي ساسفة اللي كيعرفوا فؤاد عن قرب، فهم تيعرفوا الأخلاق ديالو ومصدومين اليوم الحالة اللي وصل لها. مي اللي بغيت نوضح للمشاهدين واللي واقفين على هاد الحديث هادي، على أن السيد ما مبليش وما ماشي مجرم، فقط هو كيعاني من أمراض نفسانية اللي كتجعلو كيحدث واحد الكريز، وهذوك الكريز تيخليو أنه فاقد الوعي ديالو وغادي بدون وجهة. هذا هو اللي نقدر نقول على الصديق ديالنا. واش فيك عمرك شتي بهاد الأعراض هادي ولا أول مرة شتي في الفيديو اللي كانت تلقى عليه القبض ولا ما نكذبش عليك؟ فهذه اول مره كنشوفه بهذه الهستيريا هذه، ولكن كنا كنجيو نطلعوا عليه كنلقاوه بارفوا يا اما مريض يا اما شويه كيعاني مشوش يا اما، ولكن باش يوصل لهذه الحاله هذه فما كنظنش باللي انه اول مره. كانت الحاله ديجا كاينه، مي ما حضرناش ليها وما شفناهاش بعين المجرده، ولكن مؤخرا فبدات الحاله ديالو كتعقد شويه، رغم انه بارفوا كيبان لك على انه انسان عادي وانسان اللي زعما نورمال كاي انسان اخر. وحنا تلاقينا به مؤخرا في بزاف لي زيفينمون، وكان انسان عادي وكيف ما كنعرفوه. السي عبد الحفيظ، المشهد في 14 رصاصه، مجموعه كراسي، احجار، هنود حمر تابعينك،
يعني قراءتك لهذا المشهد؟ فقراءتي فهي قراءه كاي مواطن كيشوف الفيديو اللي شافوه الناس كلهم في مواقع التواصل. فكنظن باللي طريقه القبض عليه طريقه وحشيه، لانه كيف ما كان الحال كيبقى انسان، كيبقى انسان اللي عنده خصوصيات ديالو، عنده مرض اللي ما حاس به حتى شي واحد، عنده مشاكل ديالو الشخصيه. ما كنظنش باللي انسان الا جيتي تشوف ولقيتيه باللي انسان اللي تيقرا في الطب وكيبريباري الدكتوراه ديالو على بعد سنه او سنتين، انه غيمشي يدير دوك الاعمال، او انه غيمشي يتعرض لشي انسان، الا اذا كان انه كيعاني من مرض نفسي خطير، او انه كان تيداو كيتابع واحد التريتمون اللي شويه كنظن خطير. فكنظن باللي اليوم الامن ربما عنده اساليب اخرى على انه يحد من هاد من هاد من هاد من هاد الطرق ديال التعدو، ولكن باش انه يطلق 14 رصاصه او انه يشير بالكراسي او يشير بالحجار، فكنظن باللي لو كان انسان اليهودي او كان انسان اللي نيت فعلا مجرم، فما كانش كنظن باللي غادي يتلقن وغادي يتلقى بهاد. يعني انت غير راضي على الاليات اللي استخدمت في القاء القبض على فؤاد؟ بطبيعه الحال ما عندناش شك في الامن ديالنا، نقولوها امن اللي كنظن باللي انه تيتوفر على احدث التجارب واحدث يعني الوسائل باش انه يحد من الجريمه، او انه يتعرض لشي موقف بحال هكا ويعرف انه كيفاش يجريه. ولكن كنظن باللي اليوم كنظن باللي الامن ما حسنش الاختيار في الطريقه اللي تعرض بها الصديق ديالنا للتوقيف. فكنعتقد على ان الامن عاش حاله ارتباك في توقيف صديق ديالنا، وهذا الشيء كيدل على ان الامن ديالنا باقي ما عندوش تكوين وباقي ما عندوش تاطير في التوقيف مثل هذه الحالات من 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 الجريمه. المهم انا شفت هذيك الفاجعه ديال فؤاد هذا اليوم الصباح، بصراحه انا تصدمت بزاف هذه الفاجعه، حيت فؤاد واحد الانسان اللي مثالي لي ما نبغيش نشوفه في هذيك الحاله. وانا غنسطر على واحد النقطه، هي طريقه الالقاء القبض عنده عليه اللي كانت وحشيه بزاف. يعني كان ممكن تكون شي طرق اخرى اكثر حضاريه على ديك الطريقه اللي شفنا بها ديال الرصاص، بحال شي مجرم خاطر. وما الانسان كما يقول لك واخا كيكون متهم راه بريء حتى تجبر الادانه ديالو، يعني هو حتى هو عنده الحق ديالو طريقه ديال التوقيف اللي تكون حضاريه وتكون انسانيه. يعني راه حيوان وما غاديش يتوقف بهذيك الطريقه، انه موابل من الكراسي واستعمال وابل ديال الرصاص باش تلقى حنا الحمد لله كان 2017 هذه، يعني كاين طرق اخرى اكثر حضاريه واكثر انسانيه، مسدس كهربائي اي حاجه. اما باش الانسان تبقى تعطي وابل ديال الرصاص، خاص انا كنقول بان زعما خاصها تكون شي طريقه حضاريه لإلقاء القبض العالي. حيت هذا الفيديو اللي شفت انا ما بقيتش قادر مازال نعاود نشوفه، حيت هذاك الانسان انا كبرت معاه وقريت معاه، انسان اللي متخلق وماشي غير فؤاد، اي انسان ما نبغيش ليه هذيك الحاله، خصوصا شي انسان اللي كيكون قريب منك بزاف. لا، الطريقه اللي تم يدخل بها الامن ماشي مزيانه. علاش؟ حيت انسان مريض نفساني، الا لاحظتوا كيفاش كان كيتمشى ما هجم على حتى شي حد، كما كانوا مطاردينه هما دخل لهذاك النادي الرياضي، يعني ما تعداش على ذوك الناس وبقى غادي عادي. ما هو هربان؟ الا لاحظتي بجميع الفيديوهات ديال المجرمين كيهربوا كيبغي يدافع على نفسه، هو غادي ومرفوع، يعني باين عليه حاله. وكاينين طرق اخرى باش يشدوه، هنا كيما اوروبا هنا شبكه كتلاع الانسان واخا يكون ليه هز يتشد ولا يتصويب لتحت وحده ولا جوج. لكن ما لاحظتوا الامن اللي قرب ليه هذاك هو اللي تشابك معاه، ما هز لا سلاح لا والو. واش نقول لك، هذاك السيد انسان بخير ذو اخلاق عاليه، الا تلاقى غير المراه في الزنقه كيبوس لها راسها، انسان كيحترم الكل. هو مسكين يعني عانى من حاله نفسانيه ودارهم واقفين معاه وكيعالجوه مره كيديو للطبيب. مؤخرا انا هاد اليومين الاخر ما مشوش الحاله ديالو كما كانت، يعني داكشي اللي شو ما صدقتوش انا على داك السيد، انسان طيب وكيحترم الكل ما تسمعش منه. انا حد الدار ملاصقه مع الدار، الانسان راه كنعرفو مزيان والله شاهد، ان الشهاده ديال الله اكثر من كل شيء. وهذا الشيء اللي كاين، يعني انا ما متفقش مع الامن على ديك الطريقه اللي تلقاو القبض. انت غير راضي على الطريقه تلقات بها القبض عليه؟ على ديك الطريقه اللي لاحظت شي ان المواطنين كيتراشقوا بالكراسي بالحجاره، وحتى الامن وقع ليه ارتباك، ما عرفش الشيء كيوقف كيفاش يلقى القبض عليه. يعني الطريقه اللي شدوه ما حشومه بزاف.